طب انا عندي 21، في بداية 21 سنة كانت بدايتي كونغ فو. الحمد لله حصلت على تالت جمهورية، وبعد كده دخلت من لا احكي لي، عاوزين نحكي على البطولة الأول، البطولة الأخيرة الأول. اه احكي البطولة، اتحققت ازاي بالبطولة وحققت ازاي فيها الإنجاز الكبير ده وحصلت على المركز الأول فيها؟ اه الأول على العالم وكده، يعني كانت بطولة صعبة، بس كانت صعبة علينا يعني وكده. كنا بنتمرن قبل البطولة بشهر، وكان التمرين جامد يعني، الحمد لله كان تمرينتين في اليوم، وكنا جاهزين لها يعني مجهزة قوية للبطولة وكده. يعني انت شاركتي في بطولة الكيك بوكسينج لا لا، ممثلة لأحد أندية الأندية هنا في المنيا مصر، في الأندية هنا في محافظة المنيا، واستطعت الحصول على المركز الأول. طب انت كنت تتوقع انت هتكسب وتحصل على المركز الأول في البطولة دي يا داليا؟ اه بتجهيزاتي والكابتن بتاعي يعني ثقته فيا، فقال لي انا ان شاء الله اشارك بيك، ان شاء الله اي مركز. الحمد لله كنت بطلة عالم في النهائي، بس الحمد لله اني كسبتها يعني، حصلت على المركز الاول. داليا انت قلت لي من انت اصلا من قرية في محافظة المنيا. طب انت كبنت مارستي، انت قلت لي مارستي الكيك بوكسينج والكونغ فو، هل ده كان صعب عليك كمجتمع انت عايشه فيه؟ وهل كان فيه صعوبات واجهتيها ازاي؟ لا، هو من الاهل ما كانش في صعوبات، من الاهل هم كانوا دايما بيشجعوني على ان انا امارس وان انا اروح اتمرن واتعب، كانوا بيسندوني دايما، ابويا وامي دايما كان هو السند الوحيد ليا ان انا امارس اي لعبه، والحمد لله كانوا هم السند القوي ليا. تمام. طب من المحاطين بيكي مثلا، جيرانك، اصدقائك، مفيش حد كان بيحبطك مثلا يقول لك دي لعبه اولاد مثلا تلعب حاجه تانية غير الكيك بوكسنج والكونغ فو؟ الست بقى ملهاش بيتها ومش عارفه ايه وبتاع، لا الست بتحقق انجازات يعني الراجل ما بيحققهاش اصلا. يعني هنا في الصعيد بنات ابطال عالم، يعني في الصعيد هنا عملوا اول عالم، البنات اللي عملوا يشاركوا في اللعبه دي واول عالم، في الشباب عملت اول عالم في البطوله دي. لا كانت انيسات، يعني اتنين انيسات، مركز اول ومركز تاني عالي. طب انت احكي لي بقى كده، عاوزين نعرف انت بدات ازاي ميولك للالعاب القتاليه والالعاب العنيفه، يعني ميولك جت ازاي واكتشفتها ازاي وانت عندك كام سنه؟ عندي 16 سنه ممكن ان انا مارس، عندي ميول للالعاب القتاليه ان انا العب وامارس. عرفت ازاي انت عندك ميول للقتال؟ كنت بتضرب عيال صغيره يعني؟ لا بس يعني في الشارع وكده يعني، لا دي ودوها مثلا ان هي تتمرن تلعب، نموا يعني المهارة من جواها من لعبك في يعني. الشارع وميولك للالعاب العنيفه في الشارع، ده خلى المحيطين بيكي يكتشفوا انك ليكي ميول قتاليه او ليه مارس العاب قتاليه او العاب عنيفه يعني. بدات اول حاجه ازاي بقى؟ اول بدايتي كانت كونغ فو يعني، كانت لعبه كونغ فو، كان عندي 21 سنه يعني. الحمد لله قعدت في المركز الثالث ودخلت المنتخب يعني، منتخب مصر وكده. وحضرتك في الكونغ فو مركز ثالث. طيب اول جمهوريه في الكونغ فو، اول جمهوريه في الكونغ فو. طب بدات ازاي بقى الكيك بوكسنج بقى؟ الكيك بوكس بدات يعني قبلها بشهر، انا بدات يعني كانت في بطوله عالم، فاحنا حابين نشارك فيها. حابين نشارك فيها يعني، اتمرنت شهر كيك بوكسنج وطلعت البطوله، حققت اول يعني. انت اصلا كونغ فو كونغ فو وشاركت في الكيك بوكسنج بشهر بس تدريب قبليها؟ ايوه قبليها ما كانتش ليها، ما كانتش ليك علاقه بالكيك بوكسنج قبل كده خالص. كانت دي اول مشاركه ليا، اول مشاركه دوليه ليا في الكيك.